مرحبا بكم اصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد ووصفه جديده صحيه مزيانه كيكه ديال التمر والكركاع رائعه 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 وما فيهاش سكر. وشوف كيفاش كتطلع، كتطلع فريمون زوينه بزاف. زعما غير الواحد ما بغاش يجربها، وغير الواحد الا فريمون باغي يبدا يدير سكر صحه في الحلويات ديالو. لكن قبل ما ندوزو الوصفه، الا كنتي جديده بهاد القناه مرحبا بكم، متنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش الجرس باش يوصلكم اخر الوصفات. والناس اللي دائما معنا، ها هي وصفه رائعه جدا. غير انا بغيتو تبقاو ديروا السكر دائما في الكيكات ديالكم، زعما كاين كيفاش ديروا وتصدق فريمون مزيان مزيان. ايوا هو هذاك، ما تعطلش عليكم اكثر من هكا، يلا ندوزو الوصفه. ايوا اجيو تشوفوا كيفاش طريقه التحضير سهله ماله. اول حاجه غادي نطرب 4 ديال البيضات. انا كنستعمل البيض البلدي لانه ما فيهش الهرمونات، من احسن انكم تاخذوا البيض البلدي. غادي نضربوا مزيان في الثيرموميكس ديالي شي شويه، تقدروا نتوما تضربوه بيديكم ولا ديروه في اميكسور. انا عجنت هذا الكيك كامل في الثيرموميكس، حتى نتوما تقدروا ديروه في اميكسور ديالكم اللي يقدر كيطحن لكم مزيان مزيان. ومن بعد غادي نزيد عليه واحد 100 غرام ديال الكركاع، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد 100 غرام ديال التميره، تيكون محيد لهم العظم ديالهم. وغادي نزيد عليه واحد 100 غرام ديال الفرينه، انا خديت الدقيق الكامل هنايا. وغادي نزيد عليه واحد 100 غرام ديال الزيت الزيتون، هي اللي طحنتو. وهنا كتشوفوني كنستعمل البيكربونات دو سود، درت فيه واحد المعلقه صغيره ديال البيكربونات دو سود، هي اللي كتعوض ليا الخميره الحلوه اللي ما بقيتش كنستعملها مازال. غادي نطحن مزيان في الثيرموميكس مده دقيقه السرعه 4، وهكا كيخرج ليا الخليط ديالي شاد في راسو عقد في راسو. تقدروا تزوقوا باي حاجه بغيتيوها. وغادي نحطو في الفران لمده 30 دقيقه بحال هكداك على درجه 180 درجه. وهذه هي النتيجه كيفاش كتخرج لينا الكيكه ديالنا اللي لا بلا سكر بلا خميره ديال الحلوه، ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف، كتجي هشيشه وتبارك الله منفوخه من داك الشرف. جربوها وردوا عليا الخبر.